السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير جميعا. أخوكم أحمد محمد المسلمي، طالب طب في سنة سادسة. أول شيء أعتذر، المفترض أني أكون معكم يوم الجمعة لكن لظروف خليناها ليوم السبت. بعطيكم نبذة كذا بسيطة، مقدمة عن الأسلوب اللي كنت أستخدمه دائما في السناب شات، علشان بس تكونوا واضحين بالأسلوب. يعني عادة نطرح الموضوع بشكل مجزأ، ما يكون مستمر، فهذا اللي بنسويه إن شاء الله اليوم معكم. بنطرح بشكل مجزأ، غالبا أكتب ملخص تحت العرض نفسه، يعني تحت السنابة، بحيث اللي ما يحب يقرأ ممكن، ما يحب يستمع عفوا، ممكن يقرأ المكتوب. حاولت بقدر الإمكان أن الموضوع يكون معني بدرجة أولى الطلاب التحضيرية وأيضا تخصصات ثانية، يعني في نوعا ما من التعميم على أساس الفائدة لأكبر شريحة. بس قبل ما نبني الموضوع خلنا نتفق كذا اتفاق بيننا، اللي راح انساه، جيب الدرجة نازلة في أول كوز أو انساه، شيلها من بالك وخلنا نبدأ من جديد. كمثال، أنا أول اختبار جبت فيه 6 من 10، 6 من 10 يعني تتكلم عن 4 درجات almost grade. فأنا حط في بالي كلية الطب، فإذا هذه أول اختبار إيش بسوي الباقي؟ وهذا نيمكن، الحمد لله رب العالمين. الحين سنة سادسة، والسنة إن شاء الله بإذن الله من المتخرجين، فأبدا لا تخلي أول اختبار يأثر عليك. فيكم وقتها طبعا كنت متشتت ضايع، لو ما دخلت الطب إيش بسوي؟ لكن هذا الشيء ما كان عائق لي، بالعكس كان محفز ويدفعني إني أجتهد أكثر. التفاتة، إحنا واللي قبلنا كل الأجيال اللي بدأت الجامعة، أول ما جينا الجامعة شفنا صعوبة، غربة، دوام طويل، لغة إنجليزية، ولكن مع الوقت لما جينا نقارن أنفسنا شفنا أن الأمور تغيرت. يعني اللي كنا نترجم صفحات كثيرة مثلا في الكتاب، كنا نترجم جزء أقل. الكلية ما صارت سهلة، هي من أول ما دخلنا، لكن إحنا اللي تقوينا، إحنا صرنا أفضل، مهاراتنا تغيرت، بدينا نتأقلم. ف it's never get easier, we are just getting stronger. فاللي ابي اقوله من هذه النقطة، احنا مرينا بالتجربة ومع الوقت تحسنا، وانتو كذلك ان شاء الله مع الوقت بتتحسن. لا تخلي هذا الانطباع يكون شامل، لا ترى معقد، معنا بيت مهجور، وعلشان نعيد بناءه ونسويه بشكل مرتب وجميل نحتاج الى جرافة، علشان الجرافة دي تهدمه. فلكي نستفيد من هذا البيت المهجور يجب علينا ان احنا نتحمل ضجة الجرافة. كذلك بعض التغييرات الايجابية صعبة يمكن، لكن راح تستمتع بها بعدين، ولازم تصبر عليها. اعترف اكلتكم صح، شفت مشكلة، خوف، صعوبة، اعترف فيها، لان الاعتراف بالمشكلة هو اول بداية بدر حلها. ما راح تفكر بحل مشكلة اذا انت جالس تنكرها وتقول لا ما هي موجودة، هذه مو حقيقة، فلازم تعترف وخل هذا الشيء في بالك. كل الكلام اللي قلته ترى ده مقدمة، نذكر بعض في النقاط. أول حاجة ننسى الماضي مهما كان من خليه يأثر علينا. الشغلة الثانية نتحمل صعوبة التقييم ونحاول إن احنا نسعى في ذلك. الشغلة الثالثة نعترف بوجود المشكلة. هذه كلها مقدمات للموضوع الجديد. الظروف الشخصية واحد المعوقات والصعوبات الدراسية تواجه أغلبنا، لكن وطبعا تختلف من شخص لآخر، لكن عندي شيء واحد كذا أبي أقوله ونركز عليه كلنا ونحاول نحطه في أذهاننا، ألا وهو ظروفك الشخصية مهما كانت، سواء كانت ظروف اللغة الإنجليزية صعبة عندك، المواصلات، الظروف العائلية، الظروف المادية، مهما كانت الظروف لا تخليها عذر ومهرب وتبرير للفشل، لا، هي بالعكس قوة لك أنت تضاف إلى نجاحك. يعني لما تنجح تقول أنا رغم ظروفي نجحت، فيكون نجاحك ذو قيمة أكبر، تزيد قيمة مهما كانت ظروفك. أنا مو الشخص اللي أجي أقول لك هذه الظروف ما تأثر على دراستك، ولا أنا ما أعرف ولا أقدر أحط نفسي في مكانك علشان أقيم مدى صعوبة هذه الظروف، هذا الشيء أنت تحدده. لكن لا تخلي مقارنتك بالناس شيء يعني يأثر عليك، يعني يقول والله أوه شوف فلان وفلان وفلان كلهم ما مع ظروف إلا أنا ظروفي، لا، ترى يمكن الشخص اللي تشوفه مجتهد هو عنده ظروف وأصعب من ظروفك لكنه ما خلاها تأثر عليه. فلذلك أنت حاول تتمكن من ظروفك قدر الإمكان. عدم وجود الوقت الكافي، كثير يمكن لما سمع بسالفة الوقت الكافي بيقول لك سالفة تنظيم الوقت، وأكيد مر عليكم وقريتوا شغلات ويمكن أنتوا عارفينها، لكن اللي حاب يستزيد أنا تكلمت من قبل عن تنظيم الوقت في اليوتيوب، ممكن يرجع الحين. هنا بتكلم عن كذا نقطة بشكل موجز وسريع، وتنويرات ممكن انها تغيب عن اذهاننا.
أول حاجة الالتزام بوقت الصلاة، الأذكار، قراءة القرآن. يمكن البعض يقول لي ايش علاقته بالوقت وكذا، أقول لك سبحان الله يضيف بركة في يومك، تحس كأن اليوم صار طويل وهو هو اليوم. الشغلة الثانية الرياضة. الرياضة تفيدك ليش؟ أولا من ناحية نفسية، لأنك لما تتحرك جسمك يكون نفسيا تكون منفتح أكثر. الشغلة الثانية أنه يكون جسمك أنشط ونومتك تكون أريح، فبالتالي يعني يضيف لوقتك ونشاطك في اليوم. الشغلة الثالثة بتكلم عنها بتفصيل أكثر شوي، قاعدة 20 دقيقة في 20 يوم، واضحها الآن. 20 دقيقة بعد كذا تستمر عليه، 20 دقيقة لمدة 20 يوم، بعد كذا يبدأ يكون هذا الشيء كأنه من العادات أو الروتين حقك، ما تواجه صعوبة وأنت بتسوي. عظماء هذه الأمة مثلهم مثلك، يملكون 24 ساعة، بس الوضع يبي له تكتيكة. كيف التكتيك هذا الوقت؟ وبإذن الله تكون إن شاء الله من الأشخاص العظيمة اللي استغلوا وقتهم بشكل جيد. وتذكر اليوم هو الغد اللي وعدت نفسك فيه أمس إنك راح تنجز الكثير من اليوم. بكرة بسوي، بكرة بسوي، هذه جاء بكرة، ابدأ الآن. خلصنا من الظروف الشخصية، خلصنا من أمور الوقت، إن شاء الله حلينا هالمشكلتين أو يعني قدرنا نتعامل معهم. جيت فتحت كتابي، وصلت لنص صفحة، شوي لا ترن 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 ترن، شو السالفة؟ افتح الجوال، واتساب. هذا يمكن ما يضيع وقتك، او يضيع وانت ما تشعر، لكن اذا ما ضيع وقتك بيشتت انتباهك. شلون؟ انت قريت نص الصفحة، فاهم اللي قريته، فجأة يعني لفيت راسك، غيرت، بعدين بتاخذ وقت على ما تدري وين اي سطر اللي انت وصلت له، فراح تتشتت. خلي جوالك بعيد وحاول تلتزم بوقت المذاكرة، وبعدين خلي بريك يعني 50 دقيقة 10 دقائق مثلا، افتح فيها الجوال وشوف اللي تبيه. وهذه أحد النقاط المهمة اللي حاول يعني تستفيد منها وتبتعد عن مواقع التواصل. كمية المعلومات، هذا الشيء بالذات في كلية الطب والكليات الصحية بشكل عام والمسار الصحي، أحيانا تكون معلومات فوق طاقة الشخص، أو أن المحاضرة تنعرض في 50 دقيقة والمعلومات كثيرة. كي انا بذكر النقاط على عجاله، كيف انه ممكن اتعامل مع هذه المشكله او اتعامل مع هذه الصعوبه. اول حاجه المذاكره اول باول، لانك اذا راكمت المعلومات راح تتوهك كثير، فحاول تذاكر اول باول. لو جيت بتذاكر اول باول، اطلع على الملف كامل، اقرا العام وتعرف ايش الاماكن اللي تحفظها واللي ما تحفظها، وبناء عليها تقدر تعزز المعلومه. واذا طلعت على النقاط، حددت الامور المهمه، اعمل هايلايت عليها، حددها، عشان لما تجي ترجع ما تضيع وقتك وتقرا كل حاجه، في اشياء فهم في اشياء حفظ، فتركز على اللي عليه هايلايت. وهنا مربط الفرس، كثير من الاشخاص يجي يقول والله انا ذاكر واجتهد واتعب وانظم وقتي واسهر وما ادري ايش، لكن ما تجي درجه. هنا ما في مشكله واحده، هي عده عوامل ممكن تكون هي السبب. انت شوف نفسك، قيم نفسك، راجعها وشوف المشكلة. احيانا يكون النوم، ما تنام كويس، فلما تروح الاختبار تبي تخلص بس بسرعة. احيانا مذاكراتك اصلا غلط، انت ما تذاكر بالشكل الصحيح ولا تذاكر مورد الاسئلة، او تذاكر لكن فهمك غلط، فلما تحل في الاختبار بتحل بناء على الفهم الغلط، فبالتالي اكيد بيكون اجابتك غلط. واحيانا يكون لا قلق في الاختبار، انا من القلق والخوف وما ادري ويش ما اعرف اركز، ما اعرف اسوي شيء، مع اني نايم كويس ومذاكرة كويس، بس سبحان الله في الاختبار المعلومات كلها تطير مني. مو انا بس مع الحماس في الشرح. فالمهم اللي عنده هذه مشكلة القلق يحاول انه يروح هادي وما ينفعل ويركز، يقرأ السؤال بتركيز. يعني تذكر study smart not hard، يعني الاشخاص هذول اللي يدرس وقت طويل وما يجيب درجة غالبا زي كذا، يكون في ثغرة في المذاكرات. مهما بلغ عمرك في هذه الحياة ما راح تقدر تخوض كل تجاربها، فلذلك من المهم انك تشوف الشباب اللي خاضوا التجارب قبلك، يفيدوك بتجاربهم، يمكن تطلع على طرق ما جت في بالك. وتذكروا الدفرة ما هي محصورة على فلان غير وفلان، هي عبارة عن عادات. كلكم دوافير، بما انكم دخلتوا الكلية، بما انكم دخلتوا الجامعة، بما انك دخلت حتى لو في ثانوي، انت دافور، لان الدافور هي عبارة عن عادات، ما هو قدرات خارقة، عادات تقدر انك تعتاد عليها وتعيش بها. كل هالتعب، تنظيم الوقت، النوم، المذاكرة أكثر من مرة، وتحدي ظروفي الشخصية، is it worth it؟ هل يستحق؟ أي نعم يستحق، يستحق لما تكون بعد فضل الله سبب في وجود شخص بين الحياة والموت، وبعد كذا يرجع لأهله.
لما تكون سبب في علاج طفل، وهالطفل هذا بسببك بعد فضل الله رايح لأمه يجري مبسوط وفرحان، شوي لا يرجع لك شيء بسيط، وردة ولا رسمة رسمك فيها. مقولة الدكتور وليد الفتيحي يقول فيها: تدفن نفسك تحت التراب أعوام حتى تخرج للناس شجرة مثمرة. وقبل ما أختم أحب أني أنوه على بعض النقاط. أول حاجة، لا تقلل من قدر أتعابك. أنت يوميا دوم 5 إلى 6 ساعات، ترى هذا محسوب من المذاكرة دام أنك موجود ومركز. الشيء الثاني، حقيقة عن النجاح. النجاح عبارة عن حلقة تحتاج إلى اجتهاد مستمر، ما هو درج تصعده وتستقر في القمة وتوقف عند شيء معين. والاجتهاد ما هو انك تجيب الدرجة الكاملة، والله انا جبت درجة كاملة يعني انا مجتهد، لا، احيانا تجيب درجة كاملة وسبحان الله يكون في نزول. لا، الاجتهاد هو انك تكون في صعود، يعني يوم جبت 6 بكرة 7 الين ما اوصل الدرجة الكاملة 10 واكون مستمر عليها. علشان كذا اقول لكم هو عبارة عن حلقة تحتاج الى عمل متواصل. تذكر، السهم علشان ينطلق يحتاج الى انه يرجع الى الوراء ثم ينطلق بقوة، فلذلك لما تخفق مرة او مرتين اعتبر هذه رجعة السهم وانك ترجع بقوة. شكرا من القلب لكل شخص وصل الى هذه السنابة، واتمنى انك استفدت ولو شيء بسيط. واحب اشكر الاخت رغد الغامدي من فريق ساعد، يعطيها العافية، كانت يعني تكلمني من فترة، اكثر من مرة اكون مشغول لكن كانت حريصة، يعني اختارت اكثر من وقت وكلمتني اكثر من مرة. فلا تنسوا من دعواتكم، بالذات الناس اللي استفادوا، يعني حتى اللي ما استفاد يدعي يعني، بس الناس اللي استفاد دعوها لو كذا يعني شيء بسيط، دعوة تستوعب، راح كانت حريصة ان الموضوع يوصل لكم يعني. وفي الختام احب اقول كلمة: حفز نفسك بنفسك وانهض بعد كل سقوط. لا تنتظر فلان يجي يساعدك يمد يد العون، حاول قدر الامكان انك تبدأ من نفسك وتساعد نفسك، وبإذن الله راح تحصل وتحقق مرادك. وموفقين جميعا. وصح حق اللي يقول ساعد، ما قلت، انا حسابي موجود، اللي حاب يستفسر او شيء ان شاء الله اذا قدرت اساعدكم بالخدمة.